مجلة لكل أسرة تتزوج جوانكو عبدو كسفير الموضة في المغرب. عبدو قدم لنا راسك، قدم راسك للجمهور المغربي. اول حاجه انا بغيت نشكركم على الحضور ديالكم اليوم اللي كنتوا معنا اشواقع. بغيت نشكر الجمهور ديالكم والمتابعين ديالكم على المواقع ديالكم. معك عبدو كوابو، موديل حاصل على احسن موديل في 2017. فوالا، واليوم انكم حاضرين معايا في واحد التتويج. تكلمنا على التتويج ديالك اليوم. اليوم انا تتوجت من عند لكل اسره كاحسن مود المغرب 2022، وسعيد بزاف بهذا التتويج هذا، والصراحه فرحان به اليوم بزاف. علاش اختاريتي بالضبط انك تدخل لهذا المجال وما اخترتيش مجال اخر؟ لقيت راسي انا في هذا المجال، يعني كانت اول تجربه لي واول مره انا غادي ندخل لهذا الدومين هذا، كانت مع مجله الاسره. كانوا عيطوا عليا، مشيت خدمت معاهم، بديت معاهم شوتينغ، من وراها كيجي شوتينغ تبع شوتينغ معرض، بزاف ديال الحوايج. لقيت راسي في هذا الدومين. واخا كنقولوا مع احتراماتي للرجال طبعا الذكور، كنقولوا للموضه كنقولوا للمراه. ما لقيتيش مشاكل في هذا الدومين؟ لا، ما لقيتش مشاكل في هذا الدومين، لان كما كتعرفي حنا عندنا الزي المغربي ديال النساء والزي المغربي ديال الرجال، الوغ حنا ضروري غيكونوا الرجال غيلبسوا الزي المغربي. وكاينين حنايا الحمد لله كموديل، كاين انا وكاين ناس بزاف. داكوغ، ما تقدرش تقول لي شكون الموضه المغربيه اللي كتبان لك باللي توب موديل واعره زوينه؟ الصراحة أنا من شحال هذيك كنت كنشوف ليلى حديوي. داكوغ، شكون ستايلست المغربي اللي كيبان لك باللي واعر وكتعجبك الخدمة ديالو؟ لمساتي ستايل. علاش لمساتي ستايل؟ حيت اليوم كاين في لمساتي، خاص لمساتي ستايل. هو أول حاجة صديق ديالي، ديجا خدام معاه، خدمنا أنا وياه شحال هذي وباقي خدام معاه، ألوغ كو هو حاليا باقي كنشوفو أحسن واحد. ما قنعتينيش، بغيتك تقول لي واحد آخر من غير لمساتي ستايل. داكوغ، لمساتي ستايل. شكون الفنانة اللي كيجيك باللي الباس ديالها من السفراء؟ كاينين عندنا بزاف دازو سفراء القفطان المغربي، شكون اللي كيبان لك احسن فيهم واللي كيستاهلوا؟ دنيا باطمه. دنيا باطمه سفيره القفطان المغربي، انا بالنسبه لي هي سفيره القفطان المغربي الاولى في المغرب، وهذه شهاده اللي ماشي من عندي انا، من عند المغاربه تقريبا كاملين، ولا نقول لك 90% ديال المغاربه. وفي الرجال، الفنانين الرجال، الفنانين الذكور، شنو؟ عبدو كوابو. لا، بغيت فنان، بغيت مغني. مغني اللي كنشوفو انا تقريبا كاينين صراحه بزاف بالنسبه للرجال المغنيين، كاينين بزاف اللي دايرين ستيل ديالهم، مثلا سعد المجرد داير ستيل ديالو بوحدو، الا كتشوفي بخلت كيطلع بحال شكل قندوره، كتكون قصيره مع جين مع 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 ديسبادغي بحال هكا، الوغ كو عنده ستيل ديالو. كتفكر انك تكمل الموديلين، ولا كتفكر من بعد ممكن انك دير شي مشروع قريب لهذا المجال؟ كنفكر نبقى في هذا الدومين هذا، ولا كانت شي حاجه غادي تكون غير في الفن، الوغ ما نبعدش على الفن. داكوغ، كلمه للجمهور المتتبعي اشواقع. اشواقع، بغيت نقول اشواقع اول حاجه شكرا لكم انكم كنتوا معنا اليوم وفي هذا التسويج هذا، وشكرا لاختي لبنى. ميرسي بوكا لبنى انك جيتي عندنا اليوم، وبغيت نشكر المتتبعين ديالكم على مواقع ديال اشواقع، شكرا لكم بزاف. ميرسي بوكا. ميرسي. اشترك الان في قناه اشواقع تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.